تنقلنا القصة إلى مدينة القنيطرة في أواخر ستينيات القرن الماضي، تحديدا في ربيع العام 68-900 وألف. استقبل عميد الشرطة بالدائرة الثانية العميد إدريس العيدي الذي كان يقوم بالمداومة، استقبل امرأة في الخمسين من العمر، قالت إنها جاءت لتبلغ عن عملية اختطاف تعرضت لها ابنتها. أكدت أنها خطفت على متن سيارة أجرة. استغرب العميد الأمر، للحظة اعتقد أن المرأة ربما تعاني من مرض نفساني، ومع ذلك قرر ألا يستهين بالموضوع. طلب من المرأة توضيحات حول ابنتها التي تعرضت للخطف. قالت إنها في 24 من العمر، مطلقة وتعمل خادمة في بيت ضابط أمريكي كان وقتها يعمل في مطار القنيطرة. حسب العميد العيدي أن الأمر يتعلق بقضية فساد، فقد صرحت الأم بأن ابنتها أركبت سيارة أجرة صغيرة. المعلوم أن أي سائق تاكسي لا يمكنه أن يجبر الناس على امتطاء سيارته. مع ذلك سجل العميد الشكاية وإن لم يبدي حماسا كبيرا إزاءها. في صبح اليوم الموالي تقدمت إلى الدائرة الثانية البنت التي بلغت والدتها بالأمس عن اختطافها. كانت آثار تعرضها للاعتداء والعنف بادية عليها. قالت إنها جاءت إلى مقر الدائرة الثانية للأمن رأسا من آخر مكان قادها إليه أحد مغتصبيها. تبين للعميد أنه ربما تسرع في الحكم على ما جاء في أقوال والدة تلك الفتاة، ولعله أراد أن يتدارك الأمر، فقد أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل الوصول إلى الفاعلين. في الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، كان أفراد العصابة التي اختطفت واغتصبت ربيعة كذلك اسمها واقفين أمام العميد الغاضب. توقع أن يعترف الأظناء بسهولة بما ينسب إليهم، ولكن خيبة أمله كانت سريعة ما اضطره إلى تغيير الخطة. كان زعيم العصابة أول من ألقي عليه القبض. قالت ربيعة إنه كان آخر من اغتصبها. نحى الظنين منح التمويه، اعترف بأنه واقعها مؤكدا أن ذلك تم بقبولها ورضاها. قال إنها من بائعات الهوى، وإنه بعد أن قضى وطره منها دفع لها حين كانت تغادر الكوخ الذي جرت فيه الوقائع. تنبه العميد إلى أن الظنين يحاول الإفلات من جناية الاغتصاب، وأنه يحاول في الوقت ذاته أن يجعل ضحيته المفترضة شريكة له في جنحة الفساد. عرف عن العميد العيدي خبرته وحنكته، فقد كان يعي جيدا أن الباحث الذكي هو الذي يستطيع استغلال كل الثغرات التي قد تحملها تصريحات أطراف قضية ما. ولذلك نراه قرر الاستماع مجددا إلى واحد من أولئك الأطراف بشكل مدقق ومركز، فربما قاد ذلك إلى منفذ لكشف الحقيقة. استعان بإحدى الكاتبات في استنطاق الضحية، لعلها تبوح بتفاصيل ربما أحرجها التطرق إليها بحضور رجل. وبذلك علم العميد أن الظنين الذي اقتاد الضحية إلى كوخه لم يستعمل أي وسيلة من وسائل الإنارة، لا فانوس ولا شمعة حتى لا تتعرف إليه. قالت في تصريحاتها إنه لمس مجموعة دمالج، 7 دمالج كانوا في معصمها. قالت إنها دمالج نحاسية وإنه انتزعها منها. استوقفت العميد تلك المعلومة فدونها دون أن يظهر اهتماما خاصا بها. جاء في أقوال ربيعة أنها تنفي بشكل قاطع أن تكون رافقت الظنين بمحض إرادتها
أو أن تكون تسلمت منه مبلغا ماليا كما يدعي. طلب العميد إحضار الظنين. لما مثل أمامه طلب منه أن يدلي بكل التفاصيل. قال إنه التقاها في الشارع وإنها رافقته برضاها إلى كوخه بعد أن قضى منها اثنان من أصحابه وطرهما في غابة سوق الاثنين. كان الظنين يبدي إصراره على أن ربيعة كانت من بائعات الهوى. سأله العميد لماذا لم يعمل على إضاءة الكوخ ما دامت قد رافقته بمحض إرادتها. وجد جوابا سهلا، قال إن الكوخ غير مزود بالكهرباء وإنه لا يستعمل الشمع إلا نادرا لأنه لا يدخل الكوخ إلا للنوم. تم ختم المحضر وطلب العميد من الظنين أن يوقع عليه. لم يكن يريد أن يترك له فرصة للتراجع عما صرح به. قرر أن يصحبه إلى الكوخ للتحقق من كونه غير مزود بالكهرباء. رافق العميد في هذه المهمة مجموعة من المفتشين. في الحقيقة لم يكن القصد هو التحقق من أن الكوخ مزود بالكهرباء أم لا، كان القصد هو العثور على الدمالج السبعة، دمالج ربيعة. لم يكن الكوخ يتسع لأكثر من أربعة أشخاص. طلب العميد من مساعديه تفتيش المكان بحثا عما قد يفيد البحث. وبينما كان المفتشون منهمكين في تفتيش الكوخ، كان العميد يراقب نظرات الظنين. لاحظ أنه كان طوال الوقت ينظر إلى أعلى الدولاب المنتصب في زاوية من زوايا الكوخ. أمر العميد مساعديه بالتوقف عن التفتيش. كان أمرا مفاجئا. تقدم العميد نحو الدولاب، مد يده يتحسس ما يوجد فوقه. مباشرة وقع على الدمالج السبعة. عرض العميد ما عثر عليه على الظنين. كان يريد أن يحرجه ولكنه تمادى في اختراع التبريرات. قال إنها هي التي أعطته الدمالج عن طيب خاطر. تم ختم المحضر في عين المكان، وعاد بالظنين إلى المفوضية بغرض استئناف استنطاقه ومواجهته بالتناقض الصارخ بين أقواله في المحضر الأول وما تم اكتشافه في كوخه. كان شخصا لا يكف عن المراوغة ومحاولة التملص مما ينسب إليه. كان على الظنين أن يجيب على سؤال واحد. إذا كانت ربيعة قد رافقته عن طيب خاطر وسلمته نفسها طوعا، وإذا كان كما يدعي دفع لها قدرا ماليا لقاء كل ذلك، فكيف يفسر كونها مع ما سبق أهدته تشكيلة دمالجها؟ لم يتراجع الظنين، تمادى في الإنكار، لم يبدي أي إحراج، وهو يواصل إنكار المنسوب إليه. ولكن اثنين من أصحابه اعترفا، كان أقل تجربة منه فيما يبدو، لم يراوغا وأقر بأنه شجعهما على اغتصاب تلك المرأة. ألح عليهما أن يغتصباها في الغابة على أن ينفرد بها هو لما بقي من الليل. كانت حجة بدت للعميد أهمية التمسك بها. في مثل هذه الحالة تعتبر دليلا قاطعا على إجرام الظنين. بينت التحريات أن ربيعة لما اختطفتها تلك العصابة تم نقلها إلى الغابة على متن سيارة أجرة صغيرة. كانت الأم حين قصدت الدائرة الثانية للأمن في القنيطرة صادقة فيما صرحت به. قاد التحقيق إلى سائق التاكسي. كانت ربيعة وهي تصعد سيارة الأجرة قد أبلغته بأن أفراد العصابة بصدد إجبارها على مرافقتهم، ولكنه لم يكترث إلى ما كانت تقول بل تجاهل صراخها. حاول سائق التاكسي أن يبرر موقفه مدعيا أن ربيعة أركبت من مكان كان معروفا بأنه مكان ترتاده بائعات الهوى. تبع الأظناء بالمنسوب إليهم
وصدرت في حقهم الأحكام المخصصة للخطف والاغتصاب. بالنسبة لسائق تاكسي فقد توبع لعدم مساعدته شخصا كان في حالة الخطر.